شكل الحياة هان صار كتير متأثر. الجمعة اللي فاتت ما صلينا صلاة الجمعة, تغل امتحان والله أعلم وقتش نقدر نقدمه. حتى كيف المعضفات والله بالصبو رح يغلقوا الحدود مع كافة الدول الأوروبية. السلام عليكم, يعطيكم ألف عافية. يوم جديد وفلوق جديد, بس فلوق اليوم ممكن يكون شوية كئيب. فلوق اليوم بدنا نتكلم عن كيف طبيعة الوضع حاليا في ألمانيا بالنسبة لفيروس كورونا. صراحة شكل الحياة هان صار كتير متأثر, خصوصا في الولاية اللي أنا موجود فيها, لأنه فيها أكبر عدد من الإصابات في فيروس كورونا. فالناس صراحة بدأت تخاف, وبدأ هذا الإشي يبين بشكل واضح في الشارع. أول قرار جدي بخصوص فيروس كورونا خصوصا في ولايتنا في ولاية النوردراين في السفالن, كان انه هم راح يوقفوا كافة المدارس وكافة المؤسسات التعليمية. يعني حتى الجامعة جيت عليها هلقيت تقريبا فاضية. هو القرار فعليا راح يبدأ من يوم الأربعاء, بس فعليا هلقيت قاعدين بمهدوا لهذا الاشي. حتى قطاع التعليم كمان هلقيت راح يوقف بشكل تام. اليوم كان عندي امتحان مندلش بالألماني, ولكن للأسف الشديد عشان فيروس كورونا تغل امتحان, والله أعلم وقتش نقدر نقدمه. يعني للأسف الشديد الأمور قاعدة شوي شوي هان بتسكر. وبالنسبة للمصانع والأمور هاي, يعني الناس اللي بتشتغل طبعا اللي بيقدر يشتغل من بيته رح يخلوه يضل يشتغل من البيت, ولكن اللي مثلا إلهم أدوار مهمة أو حتى شغله بيتطلب إنه يجي بشكل شخصي, على قدر الإمكان رح يحاولوا إنهم يستمروا في الحضور. تقريبا عدد الحالات لعندما صورت هذا الفيديو وصلوا تقريبا 6000 حالة في ألمانيا. كتير من هاي الحالات أو حتى تلتها موجودة في ولاية النوردراين في السفالن. فلهيك من القرارات اللي طلعت إنه يمنعوا كافة التجمعات. فلهيك الجمعة اللي فاتت ما صلينا صلاة الجمعة, لأنه بيعتبروا الصلاة هنا تجمع, ففرصة أكبر لانتقال المرض. طبعا بسبب الفيروس حتى هلقيت قطاع المواصلات بدأ يتأثر بشكل كبير. يعني في الباصات هلقيتها ممنوع الركاب يطلعوا من الباب الأمامي لحتى يحموا السواق تاع الباص. طبعا حتى هلقيتها مثلا في بعض القطارات بيطلع فيها الشيفنر أو اللي بيعمل كنترول على التيكتات, هلقيت هدول مش رح يطلعوا أبدا علشان يقللوا الاحتكاك قدر الإمكان. وحتى كمان بسبب إنه بعض الموظفين في عندهم أطفال وما شابه, فبدهم يخفضوا حقيقة عدد الرحلات على قدر الإمكان لحتى هدول يقدروا يقوموا بعملهم وبنفس الوقت يعتنوا بأطفال. بالنسبة لموضوع رعاية الأطفال, هذه أهم شغلة بالنسبة لألمانيا, لأنه كتير من الموظفين بيسيبوا أطفالهم في المدارس أو في الكيندرغارتن في أوقات عملهم. فإذا كان ما في مدارس زي ما قلنا, فبالتالي هذا الإشي رح يصعب عليهم أنهم يروحوا على شغلهم. أنت يعني حتى شوف المترو والقطارات والباصات الجيت صارت كتير فاضية, يعني حركة الناس كمان خفت بشكل كبير كتير. في الفترة هاي مع بداية ظهور المرض في ألمانيا, وحتى هاي الظاهرة بنلاحظها في دول أوروبية كتيرة موجودة عنا, إنه الناس بدأت تتسوق بكميات مهولة جدا. يعني يمكن بعضكم شاف بعض الفيديوهات أو بعض الصور اللي أظهرت ذلك. يعني في إشي غريب أنا ما فهمته صراحة, يعني إنه مثلا في أشخاص كتير بيتسوقوا ورق التواليت تاع الحمام بكميات كبيرة جدا. يعني أنا ما فهمت صراحة ليش. يعني إذا واحد فيكم بيعرف السبب ياريت يقولنا, لأنه الإشي شوية غريب. يعني أنت لشو بتحتاج كل هالكميات هاي في أزمة زي أزمة الكورونا؟ يعني ممكن أنت تحتاج الأكل, تحتاج الشرب, تحتاج المعلبات, ممكن هاي تخزنها بشكل طبيعي. معضفات ونوب الصبوح فاضي تماما. ونحن في الديام. ومن الإجراءات اللي اتخذوها هالجيت كمان انهم رح يغلقوا الحدود مع كافة الدول الأوروبية. يعني رغم انه اتحاد أوروبي, ولكن هالجيت انت ما بتقدر تتنقل ما بين الدول بشكل سهل إلا إذا كان عندك مثلا عمل في دولة تانية وعندك سبب واضح ومقنع. يعني زي الناس اللي بتسوق شحنات البضاعة
فهدول عندهم سبب واضح انهم يقدروا يتنقلوا ما بين الحدود. اما لو كنت مواطن عادي فما راح يسمحوا لك انه انت تخش معظم الدول الأوروبية هالجيت. يعني هذا كملخص سريع لطبيعة الوضع في ألمانيا في ظل انتشار فيروس كورونا. ياريت تشاركونا وتحكولنا كيف طبيعة الوضع في بلدكم، يعني هل موجودة نفس هاي الإجراءات بالنسبة للتعليم أو حتى مثلا بالنسبة للماركت، هل الناس بتتخذ نفس السلوك؟ مرحبا فيكم من تاني يا اخوان في فقرة سؤال وجواب. طبعا نزلت بوست على انستغرام وعلى قناتي على اليوتيوب وحتى كمان على الفيسبوك، بسأل فيه المتابعين شو في عندهم سؤال بيتعلق في ألمانيا. طبعا بإمكانكم تتابعوا حساباتي على السوشيال ميديا اللي دائما بحطها في صندوق الوصف، وخلينا على طول نبدأ مع أول سؤال. وأول سؤال كان إنه في شخص بيسألني عن إمكانية العمل بالنسبة لتخصصات الهندسة وإنه هو متخرج حديثا. طبعا هذا الكلام كلام عام وبيتعلق في كل المجالات، طبعا في مجالات مطلوبة أكثر من غيرها، ولكن هذا الكلام كلام عام إنه أنت بإمكانك تأخذ طريقين، يا إما إنه أنت تقدم على فيزا بحث عن عمل، وطبعا أعتقد بدها B1 وبدك مبلغ يغطي 6 أشهر وتروح على ألمانيا، وخلال 6 أشهر هاي إنه أنت لازم تلاقي عمل، وهذا الإشي شوية صعب. طبعا لو كانت لغتك قوية وإنه أنت واثق من حالك أو إنه إلك شخص ممكن يساعدك في ألمانيا في انه يلاقي لك عقد عمل يتوافق مع مهنتك فدوس في الموضوع. اما ممكن انت تاخد طريق تاني اللي هو طريق الدراسة، انه انت تتعلم لغة، تقدم على السفارة، تطلع لك فيزة الدراسة. طبعا هي رح تاخد شوية وقت، ولكن انه هي بتعطيك الامكانية اكبر، ولما تصل على المانيا بدك تكمل اللغة للاخر وتقدم على الجامعة وتكمل دراستك للاخر. طبعا انت في هاي المرحلة بكون معك شهادة معترف فيها من الاتحاد الاوروبي، ففرصتك كتير قوية وكمان لغتك راح تكون كثير ممتازة، فهاي الطريق أضمن بالنسبة إلي من الطريق الأولى اللي أنت بس معك 6 أشهر ومع إمكانيات لغوية شوية محدودة. سؤال تاني كان بيتعلق بمواعيد التسجيل على السنة التحضيرية. طبعا للأسف الشديد يعني أنا ما عندي هالمعلومات الكافية بالنسبة لموضوع السنة التحضيرية لأني ما عملتها، ولكن على حسب معرفتي إنه أوقات دوام السنة التحضيرية تقريبا مقاربة لأوقات الجامعة، وبالتالي من المنطقي إنه راح يكون أوقات تسجيلها كمان راح يكون زي أوقات تسجيل الجامعة، يعني في شهر 12 أو في شهر 6. طبعا راح أحط لك كافة الروابط اللي تساعدك في موضوع السنة التحضيرية، يعني وين أنت ممكن تسجل أو حتى كافة المعلومات اللي بتتعلق في هاي السنة. السؤال اللي بعده كان إنه في شخص دارس دبلوم سنتين ومجموع 85% ولكن مجموعه في الثانوية العامة شوية قليل، فعندك برأيي الشخصي خيارين، يا يعني انه انت في بلدك بتكمل مرحله البكالوريوس الاخر وبعد هيك بتكمل علشان تدرس الماستر في المانيا، واعتقد هذا الخيار احسن، او انه انت بالنسبه لانه انت تبدا بكالوريوس في المانيا ولكن هذا الاشي لانه مجموعك في الثانويه العامه قليل ففرصتك راح تكون اقل بكثير من غيرك. سؤال ثاني بيقول لي شو وضع الكورونا عندكم. طبعا الفيديو اللي شفتوه من شويه هذا كان ملخص شامل لطبيعه الوضع لحتى الان. وشخص ثاني بيسألني عن فرصة العمل في ألمانيا في مجال الإعلام بعد الدراسة. طبعا أنا باعتقادي الشخصي إنه الإعلام زيه زي كل المجالات، إذا كانت لغتك القوية بعد ما خلصت دراسة وعندك خبراتك وأمورك، يعني عندك خبرتك في مجال معين، فأكيد بكل سهولة رح تلاقي شغل، بس أهم شيء اللغة. السؤال اللي بعده كان شو نظام الدراسة عندكم في ألمانيا. طبعا إن شاء الله في المستقبل القريب رح أحاول على قدر الإمكان أعمل فيديوهات بتفصل هذا الكلام لحتى تتعرفوا أكثر على طبيعة موضوع الدراسة في ألمانيا، مع العلم أنه أنا عملت فيديو بيتحدث عن شروط الدراسة في ألمانيا وكيف تبدأ في هاي الطريق، رح أحط لكم إياه يا أما يظهر هان يا أما يظهر هان، ففوتوا وشوفوه. ففي أسئلة المنتدى شخص بيسألني في أي مدينة أنت عايش؟ أنا عايش في مدينة هاكن في ولاية النوردراين فيستفال. شخص ثاني بيسألني عن موضوع تجديد الإقامة للطلبة. رأيي الشخصي في الموضوع إنه هذا الإشي بيتباين من مدينة للتانية وكمان من موظف للتاني، يعني هو في قانون معين بيشتغلوا في إطاره، ولكن مدى تطبيق القانون أو مدى فهمهم بالنسبة للموظفين بيختلف تماما. مثلا طالبين عندهم نفس، يعني إجوا مع بعض عندهم نفس الأوراق، نفس السكن، نفس الإشي، نفس المدينة، ولكن هذا قدم عن موظف وهذا قدم عن موظف تاني، فهذا أخذ إقامة سنة وهذا أخذ إقامة سنتين مع أنهم نفس الحالة، فالإشي بيختلف من موظف للتاني. وأنا برأيي الشخصي كمان إنه المدن الصغيرة
بتكون أحسن بالنسبة للطلبة من المدن الكبيرة أو من المدن الطلابية، يعني بيكون الإشي أحسن بالنسبة لهم. وشخص تاني بيسألني عن طبيعة الوضع الجد في ألمانيا، طبعا يعني هو بده يقدم على السفارة الألمانية وبيسأل انه اقدم ولا ما اقدم ولا كيف الوضع. يعني انا باعتقادي انه الفترة هاي ما تقدم، لانه الامور قاعدة في النازل، وعلى قدر الامكان هم بيحاولوا يخففوا الاحتكاك وبيحاولوا يخففوا مثلا عدد اللي جايين، فهم في الوقت هذا اكيد مش احسن وقت لحتى تقدم فيه على فيزة الدراسة. اصبروا شوية وقدم لما تهدى الأمور وتتضح أكثر وقتها. نفس الشخص بيسألني هل من العملي أنه يسكن في مدينة بوخوم ويتنقل كل يوم لمعهد البي دي ال في دورتموند؟ يعني إذا كان معك كطالب سمستر تيكت أو أنه يعني بطاقة مواصلات بتساعدك في هذا الإشي، فهذا الإشي عادي كتير. يعني أنا هيك بعمل، يعني أنا ساكن في مدينة هاجن وكل يوم بتنقل لمدينة بوخوم، ويعني ما فيش يعني هالإزعاج أو يعني الموضوع عملي عادي. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، بتمنى أكون جاوبت على كافة أسئلتكم بالشكل الكافي. طبعا إذا كان عندكم استفسارات تانية أو حتى استفسارات في نفس المواضيع بنزلوا تحت على صندوق التعليقات وعلقولي، وإن شاء الله رح أحاول على قدر المستطاع أجاوبكم بالشكل الكافي. إن شاء الله تضلكم بصحة وعافية مع هالفيروس ويمر على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.